شراكة ب 12 مليار دولار بين مجموعة العرجاني وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في مصر. الشركتين وقعوا عقد استراتيجي لتنفيذ مشروع سيتي جيت في التجمع الخامس والبرج السكني لفندق ريجينس ومشروع فندقي في مدينة شرم الشيخ والغردقة. الشراكة تم توقيعها من خلال الشيخ حمد بن طلال الثاني رئيس قطاع التطوير بشركة الديار القطرية والشيخ إبراهيم العرجاني رئيس مجموعة العرجاني جروب، وهو واحد من أكبر مشاريع شركة الديار في مصر. تنفيذه هيكون على مساحة 8.5 مليون متر مربع ويوفر الآلاف من فرص العمل للمصريين، وتكلفته النهائية 12 مليار دولار. مش ده المشروع الوحيد، في مشروعات تانية هيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها. شركة الديار القطرية بتمتلك في مصر محفظة أراضي بتمتد ل 40 مليون متر مربع ومشروعات في وسط وشرق وغرب القاهرة، منها على سبيل المثال نيو جيزة وسانت ريجيس القاهرة، ومشروعين على البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة. والشركة مش شغالة في مصر بس، بتنفذ مشاريع في 20 دولة عبارة عن 50 مشروع عقاري وفندقي بقيمة 35 مليار دولار، منها مدينة لوسيل في قطر وسيبرل في اسطنبول وسيتي سنتر في الولايات المتحدة.